لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟ نعم، إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي زوجته لا تتعداه، وهو أيضا لا يتعداها إلا فيما أعطاه الله تعالى من الحرين أو من نساء الجنة التي ليس لهن أزواج في الدنيا. وإذا كان للمرأة زوجان ودخل الجنة فإنها تخير بينهما، فمن اختارت فهو زوجها. وفي الحديث أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم، جزاكم الله خيرا.